أكيد سمعت قبل كده عن واحد دخل في مجال البورصة وبقى غني في مدة قصيرة. ليه ما تكونش انت الشخص ده؟ لو عايز تتعلم ازاي تدخل عالم البورصة وأساسيات الاقتصاد وتتعلم أكتر عن صناعة الأوراق المالية، يبقى برنامج FMI هو أنسب اختيار. من أول يوم بتسجل فيه بتبتدي رحلة علم في مجال الأسواق والمعاهد المالية. هتبتدي من أساسيات الاقتصاد وتشريعات المؤسسات المصرفية وتفهم إزاي بيشتغلوا. بعدها هتتنقل للمرحلة العلمية المتقدمة اللي بيتم إعدادك فيها لدخول سوق الأوراق المالية والتدريب على قاعات محاكاة للبورصة، وكمان هتتعلم إزاي تستخدم المؤشرات اللي قدامك في إنك تعمل أكبر ربح في أقل وقت. صناعة المال مش صعبة، لكن عايزة حد مميز. فلو شايف انك مميز وعايز تكون من نخبة خبراء المال، FMI هي اول خطوة هتحولك لخبير مالي محترف وتفتح لك فرص توظيف في اكبر البنوك المحلية والدولية وشركات ادارة المحافظ المالية. دلوقتي تقدر تسجل في البرنامج وتكون من نخبة خبراء المال.